بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 17 من الكتاب السادس، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. يبقى أي شيء يمنع الخشوع يجب أن يتخلص الإنسان منه حتى يحصل الخشوع في الصلاة. فإن صلى وهو جائع والطعام جاهز، نفسه تحدثه بالطعام يتوق إليه، فهذا يمنعه من أن يكون خالصا في صلاته لمولاه. فيبقى في هذه الحالة إن اتسع الوقت أكل، إن اتسع الوقت يصلي أولا، يأكل أولا ثم يصلي، إن اتسع الوقت، بحيث إن الوقت يستطيع إن هو يعمل الاثنين ولا يضيع وقت الصلاة. أما إذا ضاق الوقت وهو يتوق للطعام والطعام حاضر، لكن لو أكل فات الوقت، الجمهور على أنه يأكل أولا ليزيل نهمته للطعام، يأكل بقدر الحاجة، مش يشبع، يأكل بس كده حاجة سريعة وبعدين يصلي وبعدين بعد كده يكمل أكله. واضح؟ زي ما بنعمل احنا كده في الصيام، نعمل ايه؟ نفطر كده فطار سريع بعد الأذان، كم تمرة وكم جرعة ماء، بحيث يزول مننا ضعف الصيام، وبعدين نصلي المغرب، وبعد ما نصلي المغرب نعمل ايه؟ ناكل بقى، وبعد ما ناكل نصلي السنة. واضح؟ زي ما تعمل نفس الحكاية. يبقى إذا كان الطعام حاضر والوقت يتسع وأنت جائع، لازم تكون كمان جائع. افرض الطعام حاضر بس أنا مش جائع، أصلي بقى، ما أنا كده كده مش هاكل لأني لست جائع. يبقى الكلام هنا موجه للجائع الذي حضر الطعام وحضر وقت الصلاة، فيقدم الطعام على الصلاة عند الجمهور. أما إذا ضاق الوقت يحصل خلاف بقى في المذاهب. إذا ضاق الوقت يبقى مذهبين. مذهب يقول لك إذا ضاق الوقت يقدم الصلاة مراعاة للوقت، وهذا هو الجمهور. مذهب الجمهور إذا ضاق الوقت يقدم الصلاة، لأن إدراك الصلاة أولى من إدراك كمال الخشوع. إدراك وقت الصلاة أولى من إدراك كمال الخشوع. ده الجمهور قال كده. بعض العلماء بما فيهم الظاهرية وسيدنا أبي سعيد الاصطخري من الشافعية قالوا لا، حتى لو ضاق الوقت يأكل، ولو ضاق الوقت وضاع الوقت كمان، لأن إدراك الخشوع عنده أولى، لأن الصلاة بغير الخشوع كلا صلاة. واضح؟ طيب، إذا قلنا أنه قدم الصلاة مع اتساع الوقت وهو يتوق للطعام، إيه حكم الصلاة دي؟ صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة. ده القول على الجمهور بقى. الجمهور قال لك إيه؟ إنه هو يقدم الطعام طالما اتسع الوقت، يقدم الطعام وبعدين يصلي. طب افرض هو ما قدمش الطعام بالرغم ان هو يتوق للطعام، الطعام موجود، فقدم الصلاة،
ايه حكم الصلاة دي يا جمهور العلماء؟ قالوا مكروه. الصلاة دي ايه؟ مكروه، ويستحب اعادتها ولا يجب. واضح؟ يستحب اعادتها بعد الطعام، مش يعيدها تاني وهو جعان. فهمت بقى؟ يستحب اعادتها. وهذا ايضا في حالة ايه؟ الذي يصلي وهو يدافع الاخبثين، نفس الحكم. يبقى واحد يدافع الاخبثين وضاق الوقت، يعمل ايه؟ يجدد وضوء وما يصليش كده، لانه مش هيعرف يصلي، وقد ينتقد وضوء اثناء الصلاه، يخرج منه ريح غصب عنه، يخرج منه نقطه بول غصب عنه، ما ينفعش، هيبقى كل صلاته. ولكن في هذه الحاله يجدد، يعني يتوضا بعدما يتخلص من الاخبثين، ولكن عند ضيق الوقت مره مره يتوضا. ايه؟ مره مره الفرائض بس، عشان يدرك الوقت كويس. يعني افرض فاضل على الوقت 10 دقائق ويضيع الوقت، وانا عندي مدافعه للاخبثين، بول او غائط او ريح، لو دخلت الحمام واخذت راحتي في الوضوء هاخد اكتر من 10 دقائق. كويس؟ يبقى ضاع الوقت. طب انا ادخل الحمام واتوضى بعد الحمام ايه؟ الوضوء مره مره، ابتدي بالوجه مره، والذراع ده مره، والذراع ده مره، والراس مره، والقدمين مره مره، وهنا هناك في الميضه ما انزلش كمان، قول الله اكبر. يعني حتى ما انزلش كمان السلم واجي ادخل. شوف قد ايه، لان انا عايز ادرك بقى الوقت ولو ركعه قبل الاذان. يعني اعمل الفرائض من اجل ادراك الوقت، لضروره ايه؟ ادراك الوقت. لكن لو اتسع الوقت قولا واحدا، اجدد وضوئي وضوء كامل 3 3 3، الا ان يكون هناك جماعه وانا اريد ان ادركها، يبقى في الحاله دي برضه اعمل ايه؟ الفرض مره مره لعله ادراك الجماعه. لان انا ما اترك سنه اخد الجماعه اللي مختلف في فرضياتها ووجوبها، مش كده برضو؟ اترك سنه التكرار في الوضوء دي سنه، التكرار في الوضوء ده سنه، لكن الجماعه اختلف، بعضهم قال دي ايه فرض عين، وبعضهم قال دي فرض على الكفايه، وبعضهم قال دي سنه مؤكده، يعني فيها خلاف، لكن ما فيش خلاف ان التكرار في الوضوء ده سنه. يبقى اقدم، لازم اراعي الاحكام وازن كل حكم، واقدم المهم على الاهم. كده بقى اقدم الاهم على المهم، اقدم الاهم على المهم، اقدم ما اختلف في وجوبه على ما اتفق على سنيته. يبقى لابد العباده تحتاج لعلم. لما تيجي تعبد ربك تبقى تعبده على بصيره، عارف امتى اترك السنه وتبقى هي دي السنه، وامتى اعمل السنه وتبقى هي دي السنه. يعني احيانا تترك السنه ويبقى هي دي السنه. السنه في هذا الموقف ترك السنه من اجل ايه؟ ادراك فرض. فهمت بقى المساله؟ فلا بد انك انت تعرف مثل هذه الاحكام. يعني ايه؟ لو في زحام شديد للناس ممكن تتوضى مره مره، لو في زحام شديد للناس عشان تسعى للناس، توسع للناس ممكن، لكن هذا ليس على سبيل. طالما الوقت متسع خلاص اتوضى، خد حقك وافسح لغيرك، اتوضى بجوارك، تفسح لغيرك اتوضى بجوارك، مش تمنعه تعمل جنابك، لا خليه. يعني ممكن حنفيه واحده مفتوحه 3 يتوضوا منها وهي مفتوحه، ده يمد ايده ياخد ده، وده يمد ايده ياخد، وده يمد ايده ياخد، وانت على ما بتدلك العضو يكون غيرك خد، بدل ما الميه سايب. ده عند اتساع الناس، مش كده برضه؟ لما يكثر تزحم الناس زي ما بيحصل هناك ايه في الحرمين في مواسم الحج، تجد الناس مجتمعين اعداد كثيره على حنفيه واحده، لا باس، ما فيش مانع، كله ايه يتوضى في وقت واحد. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 69 بعد 200 والألف، يقول: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والعشاء هو ما يؤكل في العشي، طعام يعني. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نفهم من مفهوم هذا الحديث أنه لو كنت جائعا لكن الطعام غير حاضر تقدم الصلاة، لأنه كده كده أنت قاعد منتظر الطعام. نفهم بالمفهوم بقى، لأن النبي يقول إذا حضر العشاء يعني حضر خلاص الطعام بقى قدامك وأنت جائع فتقدم الإيه؟ طب لم يحضر وأنا جائع خلاص أقدم الصلاة بقى، لأن أنا لو جلست حتى هنتظر إيه؟ كده كده أنا جالس يبقى أصلي أفضل. واضح؟ وعن أبي قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وهذا فيه دليل على إيه؟ على امتداد وقت المغرب، لأن هذا الأمر فيه خلاف بين المذاهب. في بعض المذاهب وهو قول عند الشافعية أن وقت المغرب غير ممتد، واخد بالك؟ وقت المغرب غير ممتد، لكن هذا الحديث يدل على امتداد وقت المغرب بحيث أنه يسعى أن تأكل قبله، يبقى له وقت ممتد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. وعن أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وعنه به قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حاء قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وهذا يدلك على أن هناك أعذار تمنع من حضور الجماعة، عذر شرعي ولا يأثم في موانع حضور الجماعة. ايه هي موانع حضور الجماعة؟ منها مدافعة الأخبثين يمنعني ان انا ادخل الجماعة اقعد الاول اتوضا، منها حضور الطعام وانا اتوق اليه وحضرة الجماعة ايهما اقدم؟ اقدم الطعام، يبقى ده عذر. وحياتي بعد كده ابواب كمان خروج رائحة كريهة من الفم فلا أؤذي الناس، أكل ثوم أكل بصل أو هو نفسه عنده جرح يخرج رائحة كريهة فلا يصلي مع الناس يؤذيهم، واخد بالك؟ أو يكون هو أبخر نفسه رائحة نفسه كريهة ما يصليش جماعة، ده لأن لو صلى جماعة يأثم لأنه يؤذي المسلمين. إيذاء المسلمين حرام والحضور في الجماعة مختلف في وجوبه، لكن إيذاء المسلمين مش مختلف على حرمته، فهمت إزاي؟ فلما يجي يصلي مع المسلمين وعنده جرح يخرج منه رائحة كريهة منتنة ويقف يصلي يخلي المسجد كله منتن، هيخلي الناس كلها تتأفف منه، يبقى يصلي في بيته أثوب له وياخد ثواب الجماعة، وهو في بيته ياخد ثواب الجماعة لأن اللي منعه منع شرعي، فطالما اللي منعه منع شرعي ياخد ثواب الجماعة وهو بيصلي في بيته. أو عنده سلس في البول أو انفلات ريح ما يصليش الجماعة، يقف وسط المصلى الناس بتصلي والريح طالع منه كده يؤذي الناس،
حتى هو نفسه يحرج، نقول له لا صلي في بيتك احسن، خدت بالك؟ او عنده سلس في البول، البول ينقط منه، مش معقول يدخل المسجد وينجسه، يبقى يصلي في بيته وياخد ثواب الجماعه. لانه المانع شرعي. انسان اكل ثوم وبصل وكرات ورائحه نفسه بقت كريهه منتنه، يصلي في بيته ما يصليش في الجامع، فهمت؟ كل دي موانع حضور الجماعه. لا يجد ثوب يليق به يستر به عورته، يصلي في بيته، يلبس ثوب زوجته ويصلي بيه يستر عورته، لكن مش معقول يخرج بثوب المراه ويصلي في الجامع، لانه كده لا يليق برجل انه يلبس ثوب امراه ويسير في المسجد، مش كده برضه؟ افرض ما عندوش الا ثوب واحد وثوبه ده مغسول، وبعدين جاءت الجماعه هيعمل ايه؟ يلبس ثوب زوجته؟ طب يروح يستلف من الجيران؟ طب ما هو كده هتفيها منه وفيها احراج، فهمت ازاي؟ لا، يصلي في بيته بقى ويلف نفسه كده بملايه ويصلي في بيته، ما يحضرش الجماعه. كل دي اعذار عدم حضور الجماعه، لازم الانسان يعرف ايه هي الاعذار عشان لما يجي يعملها يبقى طائع لله مش مقصر. فهمت بقى ازاي؟ يبقى طائع، لانه لو فعل خلاف ذلك يصير مقصرا. يعني لو قال جماعه لا يجد ثوب مثلا نظيف، لا يجد ثوبا نظيفا، يبقى ما يصليش في المسجد، حتى لا يلوث المسجد بثوبه، لان قد يكون الثوب طاهر من حيث الشرع لكنه غير نظيف من حيث العرف، يعني عليه شحم وعليه زي واحد ميكانيكي، ميكانيكي ده تلاقي الثوب بتاعه عليه جاز وعليه بنزين وعليه شحوم، كل دي طاهره لكنها مستقذره، اشياء طاهره صحيح لا تمنع الثوب من طهارته، يقدر يصلي بيه في ورشته لكن ما يصليش بيه في الجامع. يجي يصلي جنبك وانت ثوبك ابيض ويجي ايه يجلس بجوارك، تطلع تلاقي الثوب بتاعك بقى كله شحم، فهمت ازاي؟ ده ما ينفعش، ما يصليش عندنا. جزار قدام الجامع يشتغل في الجزاره واللحمه، وطول النهار يشيل اللحمه على ثوبه، وثوبه كله اثر اللحوم عليه واثر، ما ينفعش يروح يصلي في الجامع اللي قدام محله بثوبه هذا، ثوب المهنه، ده يمنعه من حضور الجماعة، يصلي في ايه؟ في محل مهنته. كل دي أعذار لابد ان المسلم يعرفها. لا يجد، يعني افرض هو يقوم برعاية أبيه أو أمه ولا يجد أحد يؤنسه وقت ذهابه للجماعة، يبقى ما يصليش جماعة، يصلي جنب أبوه وأمه. يعني أنت عايش منفردا مع أمك الكبيرة في السن، أو منفردا مع أبيك الكبير في السن، أو مع مريض بتعوده وبترعاه وبتعطيه دوائه ولما يحتاج حاجة تناولها له، يبقى في الحالة دي من ضمن الأعذار التي تمنعك من حضور الجماعة. موجود في مكان غير آمن، لو تركت مكانك وذهبت للجماعة يسرق المكان، كأن تكون حارسا في مكان، موظف أمن في مكان، تصلي في مكان شغلك، هتسيب مكان شغلك وتروح الجامع وتقعد تختم الصلاة والحمد لله، ترجع تلاقي المكان اتسرق، خصوصا بقينا في وقت دلوقتي ما بقاش فيه أمن ولا أمان. يعني البواب في العمارة ما يروحش يصلي في الجامع لأنه شغلته حارس، اللي بيمنعه إيه؟ وظيفته، واجبات وظيفته. بواب العمارة هيعمل إيه؟ يقف على مدخل العمارة ويقفل سجادته، الله أكبر، ويصلي، لانه بيؤدي الحراسه، عايز يراقب مين اللي طلع ومين اللي خرج ومين اللي طلع ومين اللي خرج علشان ما يخشش حد غريب، دي مقتضيات وظيفته، فاهم؟ كل هذه الاشياء ويقاس عليها ما يكون مثلها يمنعك من حضور الجماعه. شفت بقى ان الشرع الشريف عندنا الفقه الاسلامي جميل ازاي؟ الراجل اللي واقف على باب المسجد بيشوف احذيه المصلين، حاططها في الايه؟ في الصندوق حفظ الاحذيه على باب المسجد، وهو وظيفته حارس في المسجد، يصلي جنب الاحذيه وما يجيش يساوي الصفوف هناك قدام في القبله، فهمت ازاي؟ ما ينفعش يقول لك اصل لازم اتم الصف الاول ثم الذي يليه، ويسيب احذيه الناس تضيع، ما ينفعش. انت تخش تصلي لكن هو وظيفته تمنعه، يقعد هناك يصلي، يقعد هناك ايه؟ يصلي جنب، لانه هو ايه؟ موظف حراسه،
بيحرص احوال المسلمين. واضح؟ كل دي احوال لازم الواحد ياخد باله منها. تمنعه من حضور الجماعه وياخد ثواب الجماعه على فكره. يعني اذا منعك الشارع من فعل خير كتبه لك ان كان في نيتك لو لم يكن المانع موجود. شفت الرحمه بقى؟ لان الشارع يعلم انك لو لم تكن في هذا العذر لحضرت الجماعه. فهو الذي منعك يبقى هو الذي يثيبك. فهمت بقى ازاي؟ دي الميزه، انك انت لما تعرف الموانع تقوم تعملها وضميرك مستريح وحسن الظن بالله ان ربنا مش هيحرمك الاجر. تبقى قاعد كده مستريح مبسوط. تبقى تصلي بيتك وانت فرحان مبسوط مش زعلان. ليه مش زعلان؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اقامك في عذر يمنعك من حضور الجماعه، وهو يعلم انه لو ازاله عنك كنت في الجماعه. فهمت بقى المساله؟ فدي امر مهم، لان لا يحول العادات اللي انت فيها وهي غيرك يحولها الى عبادات. فدي نقطه مهمه. الامام لو اكل ثوم او بصل ينيب غيره، يطلب على الموبايل الو ايوه يا فلان انا مش هقدر اجي المسجد النهارده لا مؤاخذه معلش، بقى اما الناس بالنيابه عنه يبعت مسج لواحد صاحب جار على الموبايل سوف اتخلف عن حضور الجماعه فام الناس نيابه عني. خلاص انتهى. خلاص سهله. دلوقتي بقت وسائل الاتصال سهله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن اسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن ابي عتيق قال تحدثت انا والقاسم عند عائشه رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحانة وكان لأمي ولد. لحانة يعني يخطئ في الايه؟ في الكلام العربي، يعني يتكلم كده لا يحسن الكلام. ده هو لسه صغير. القاسم ابن محمد ابن ابي بكر ده لما كبر بقى احد فقهاء المدينة السبعة. بقى من كبار العلماء، لكن هو لسه كان ايه صغير، كان لحانة لسه عيل بقى كده عنده 12 سنة ولا بتاع ولا 11 سنة، وكان يغلط في الكلام وكان لسه في طريقه لطلب العلم. ورايح يزور ستنا عائشة عمته وأم المؤمنين، لأن هي إيه؟ أخت أبيه. واضح؟ وكانت أمه إيه؟ أم ولد، يعني أما ملك أبيه، يسموها أم ولد مش حرة يعني، كانت أمه أما. فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما تتحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، اللي هو إيه؟ اللي هو ابن ابي عتيق، ابن ابي عتيق اللي هو عبد الله ابن ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر، يعني يعتبر ابن اخوها. فهمت ازاي؟ ابن اخوها وابن اخوه الاثنين جايين يزوروها. واضح؟ فهمت بقى القصة؟ ابن اخوها بيتكلم حلو، العربية بتاعته جميلة، والقاسم ده بيلخبط في الكلام، يخلي المرفوع منصوب والمنصوب مجرور، والحكاية يعني مدهولة كده. فهمت ازاي؟ بتقول وستنا عائشة فقيهة ولغوية وتستسيغ اللغة، وكانت تحفظ أشعار كثيرة من أشعار العرب، وكانت فصيحة كأبيها، كان النبي يضرب بيها المثل في الفصاحه. فهم؟ حتى لما كانت تجيب على الزوجات في حال الغيره تفحمهم، فالنبي يقول انها بنت ابي بكر، يعني مش هتغلب، يعني هتعرف تاخد حقها كويس. فهم؟ لانها كانت اصغرهم سنا، الا انها كانوا ايه؟ لسانها كان ايه؟ فصيح، فكانت تعرف تاخد حقها من ضرائرها. فهمت ازاي؟ فكانت فصيحه ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. فشايف ابن اخوها ده طالع كده، ايه انت طالع يا ابني ليه كده مدهول كده، احنا كلنا فصحاء يا ابني، ايه الكلام ده؟ فمش عاجبها يعني طريقه ايه تربيته. فقالت له عائشه ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن اخي هذا، اما اني قد علمت من اين اتيت، هذا ادبته امه وانت ادبتك امك، امك اما جهله، يعني وظائف الام تربيه الابن تدريبه، ده أمه حرة متفرغة إيه؟ لتربية أولادها.
انما انت امك امه مش متفرغه لتربيتك، متفرغه لخدمه سيدها، فانت ضيعتك امك، لكن ده امه ربته، عرف يتكلم ازاي، فهمت ازاي؟ فبتبين لك وظائف الام، ان الام لابد ان تتفرغ لتربيه ابنائها، واخد بالك؟ كل تفاصيل حياه الابناء مسؤوليه الام، ازاي بيتكلم، ازاي بياكل، ازاي بيلبس، ازاي بيقعد، ازاي يواجه الناس، كل ده بتلقنه اياه امه، فهمت؟ قد علمت من اين اوتيت، يعني ابتليت. ابتليت ايه؟ بعدم حسن النطق. هذا شورة لابن ابي عتيق اللي هو ابن اخوه اللي امه حره، قالت له هذا ادبته امه، وانت ادبتك امك، يعني ما ربيتكش امك، يعني واخد بالك؟ بس هي جايباها بالطريقه ملفوته. العرب تفهم الكلام ده بقى. قال فغضب القاسم، القاسم بقى زعل منها ان هي كسفته كده يعني قدام ايه الناس. قال والمفروض يستحملها، اولا دي عمته وامه، المفروض ما يغضبش منها. لما امك توجهك او عمتك توجهك تزعل ليه؟ المفروض ما تزعلش، لكن هو عيل صغير غاضب. فغضب القاسم واضب عليها، حقد عليه، بيبص لها بنص عين كده مش عايز يكلمها وعايز يخاصمها. كعادة الأطفال الصغيرين بتيجي تشد عليه وأنت بتربي. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها، جابت لهم أكل بقى ياكلوه، مش الضيوف تملي لما تيجي تزور عمتك، عمتك تجيب لك حاجة تاكلها، فهي جايبة لهم حاجة تاكلوه. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قام، مش عايز ياكل، غضبان يعني لسه زعلان، قام قالت أين؟ رايح فين؟ اقعد كل. قالت اين؟ قال اصلي، مكسوف منها. حاول يصلي يعني بيهرب. قالت اجلس. قال اني اصلي. قالت اجلس غدر، يا غادر يا غدار، يعني شتيمه يعني. اجلس غدر يعني يا غدار، يا 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 خيبان، يا حاجه كده يعني، معنى كده يراد به ايه؟ يعني الشتم يعني. اجلس غدر، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. قامت علمته حديث باسناد المتصل. راحت معلمها حديث بالاسناد المتصل، كويس؟ اجلس غدر، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، اللي هو البول والغائط والريح. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر قال اخبرني ابو حزرة القاص عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن ابي عتيق ابن ايه؟ ابن محمد بن عبد الرحمن بن ابي بكر. عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم. باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها، يعني مما له رائحة كريهة يعني، عن حضور المسجد. معلوم أن أكل مثل هذه الأشياء التي لها رائحة كريهة مكروه وليس حراما، مكروه وليس حراما، فإن أكلته كان عذرا لعدم حضور الجماعة، والأفضل ألا تأكله حتى لا يمنعك من حضور الجماعة، ويقاس على الجماعة كل اجتماع لعبادة، فيدخل فيها صلاة العيدين ولو كانت في الخلاء وليست في المسجد، برضه ما تحضرها، يبقى يقاس عليها كل عبادة، وكذلك مجالس الذكر، وكذلك مجالس العلم، ومجالس تلاوة القرآن، فكل اجتماع فيه عبادة لا يصح أن يحضره مسلم ويخرج منه رائحة كريهة حتى لا يؤذي المسلمين، واضح؟ لكن السوق مش مشكلة، ينزل السوق يشتري من السوق، لا يمنعه من حضور السوق، لأن السوق ليس مكان شريف، إنما أماكن العبادات ومجالس العبادات مجالس شريف، فتشرف السوق ده محل الشياطين،
ومحل المساومات والجدل والحاجات اللي بتحصل في الدنيا، لانه ده مراتع الشياطين. انما خير البقاع الارض المساجد، يعني مواضع السجود، مواضع العبادة يعني. والنبي كان لا يأكل الكراث ولا البصل ولا هذه الأشياء، كان لا يأكلها صلى الله عليه وسلم نيئة، لكن يأكلها مطبوخة، لأنها إذا طبخت فقدت رائحتها. فكان النبي يأكلها مطبوخة ولا يأكلها نيئة. قال للناس إني أناجي من لا تناجوا، يعني يناجي الملائكة، والملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة كما يتأذى ابن آدم. فكان النبي احتراما للملائكة ومراعاة للقرين له أو لسر الوحي اللي هو سيدنا جبريل حامل سر الوحي، كان لا يأكل هذا حتى يكون مؤهلا لأن يأتيه الملك في أي لحظة صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض العلماء قالوا أنه كانت حراما على النبي مكروها للأمة، وحراما على النبي مكروها للأمة، وليست حراما على الأمة، وده من خصوصيات النبي. بعضهم قال ذلك، لكن الرجح أنها أيضا مكروهة للنبي كسائر الأمة، والنبي كان يترك المكروه كما يترك الحرام صلى الله عليه وسلم تورعا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها يعني الثوم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن ولا يصلي معنا. ويدخل معاها اللي رائحة عرق قدمه كريهة. في بعض الناس تلاقي رائحة عرق القدم بتاعته كريهة لدرجة ان الشراب بتاعه كأنه جيفة منتنة، في ناس خلقتها كده، مخلوق كده. ففي الحالة دي يترك حذاءه خارج المسجد ويخلع شرابه قبل دخول المسجد، ويذهب الى الميضاء يغسل قدميه قبل ان يدخل المسجد حتى لا يؤذي الناس برائحة ايه قدم. فياخد باله برضه من مثل هذه الاشياء. يعني احنا مره هنا في المسجد قعدت انا يومين في رائحه كريهه في المسجد، ادور اقول يمكن فار مات ولا حاجه، واصبح منت وادور هنا وادور هنا، بعد اسبوع لقيت شراب مرمي ورا الحائط اللي هناك. يعني بعد كده الواحد يجيب كلب بقى يشمشم كده، كده ما ينفعش. يعني صاحب هذا الشراب ما كان المفروض ما يتركوش، فهمت ازاي؟ فالواحد ياخد باله اذا كان ربنا ابتلاه بمرض ما، هو ده مش عيب فيه، هو ده خلقته كده معلش، لكن يراعي بقى ان هو لا يؤذي الناس بما خلق. بعض الناس مثلا بيبقى عنده جذام، بعض الامراض زي الجذام الناس تتأفف منها، او الامراض المعدية والامراض التي يتأفف الناس منها تمنعه من حضور الجماعة، دي من ضمن الاعذار. فهمتني ازاي؟ يعني في بعض الامراض الناس تتأفف منها. عنده جرب يهرس وعنده جرب، ما هو لو صلى في وسط الناس هيعديهم، هيخلوا المصلين اللي حواليه جربانين زيه. عنده دور انفلونزا وقاعد يعطس ويكح ويعطس ويكح ويتف في وش الناس طول ما هو قاعد يعطس، لا يصلي في بيته احسن حتى لا يضر الناس ولا يعدي الناس. كل الحاجات دي يعني جمال في هذا الدين، واخد بالك، واخلاق طيبه في هذا الدين. لما يجي الناس تراعيها تلاقي ما حدش يتأفف من حضور المساجد. يعني في واحد انا اعرفه من الناس اللي بتقرا في زياده عن ليه ما بتصليش في الجامع، يقول لك اصل بكره رائحه الاحذيه والشرابات، واجي اصلي كده اشم رائحه شرابات الناس اللي قدامي واللي خلفي، ده اللي منع. طب اذا كانت شرابات الناس دي رائحتها وحشه كان الاول ان هم حتى لا يصدوا مثل هذا الرجل. فهمتني ازاي؟ يعني لازم نراعي يبقى مساجدنا نظيفه رائحتها طيبه،
ونبخرها كل فترة، واحنا نفسنا نيجي المسجد متطيبين بالرائحة الطيبة. واذا كانت امرأة لا تتطيب ولكنها تغسل نفسها، فان الماء افضل طيب للمرأة، تغسل نفسها كويس وتلبس ثوب نظيف لا رائحة للعرق فيه، وتأتي المسجد فلا تؤذي غيرها، وهكذا. يبقى دي اداب المسلمين. علم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس النظافة، واولى ما تكون نظيفا وانت تعبد ربك، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، يعني لم يجدوا غيرها وجاعوا، عملوا إيه؟ فأكلوا منه. فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا. المنتنة هنا بمعنى ايه؟ كريهة الرائحة وليس الحرام يعني. فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس. وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر، والملائكة كمان بتحضر صلوات الجماعة، فبرضه تتأذى الملائكة. يعني ممكن يقول لك طب أنا هستنى لما الجماعة تخلص والمسجد يفضل أدخل أنا أصلي. طب ما هو الملائكة في المسجد، هتؤذي الملائكة برضه. فهمت بقى؟ صلي في بيتك أحسن. فهمت؟ لأن النبي قال إن الملائكة بتتأذى، فالملائكة لا تفارق المسجد. فيبقى ما فيش داعي إنك أنت تصلي إلا الجماعة ولا بعد الجماعة في المسجد. واضح؟ ليه؟ لأن إن كانت جماعة فهتؤذي الملائكة والإنس. والناس يعني. طب وإن كان بغير جماعة تؤذي الملائكة. الحديث محمد بن رافع؟ طب نقرا ثاني. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم. وقرأنا الحديث الذي بعده. ثم الذي بعده وحدثني قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وفي رواية حرملة وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول. أتي بقدر، رواية البخاري ببدر، رواية البخاري إيه؟ ببدر. البدر اللي هو الطبق، الطبق لأنه بيبقى مدور زي البدر كده، بيسموا الطبق المستدير ده بدر العرب. ليه؟ لأنه شبه البدر. بص البدر كده ليه مستدير، عامل زي الطبق في السماء، فيقولوا على الطبق ايه؟ بدر. ففي رواية البخاري فأتي ببدر فيه بقول، يعني بطبق مستدير فيه بقول. هنا بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، يعني ممكن يبقى فجل وكرات وحاجات من دي وبصل اخضر، واخد بالك؟ يعني جابوا له بقى ايه؟ عينة من ايه؟ من مزروعات المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم. فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. يبقى دل على إيه؟ على عدم حرمتها، لأن النبي أقرهم في أكلها ولم يأكلها هو. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا
ابن جريج بهذا الإسناد: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا. ولم يذكر البصل والكراثة. وعن أبي قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وعن أبي قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل، هو وأصحابه. زراعة بصل يعني إيه؟ أرض مزروعة بصل. زراعة بصل يعني غيط بلغة المصريين، مزروع بصل، كويس. هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكلوا البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال: إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات. رأى رؤيا بيحكيها لهم، الرؤيا اللي هو بيها حيقتل. شوف ديكا يعني ايه؟ الديك أعجمي، فهمت؟ زي رومي يعني، ديك رومي، واللي قتله فارسي مجوسي يعني غير عربي. فالرؤيا لها معنى. قال: رأيت يعني في المنام كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات، وهو طعنه فعلا ثلاث طعنات، أو طعنه بإيه؟ بخنجر له ثلاث إيه؟ يعني حواف، يعني خنجر كده طالع عامل زي الشجرة، واخد بالك؟ فطعنه به. كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي. شوف فاهم الرؤية. قال: وإني أرى هذا المعنى، تأويل هذه الرؤية قرب أجلي، يعني إن أنا إيه سوف أموت يعني. وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، يعني يوصي من يخلفه بعده. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته، يعني هو عايز يترك الأمر لله لأنه واثق إن ربنا مش هيضيع هذا الدين. ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة، فاختر لهم ستة يختاروا منهم واحد، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفر الضلال، اللي هم هيخرجوا عن إجماع المسلمين، يعني إن استحلوا ذلك يبقى كفروا كفرا حقيقيا، وإن لم يستحلوا ذلك يبقى كفروا كفرا عمليا. واضح؟ اللي هيخرجوا عن إجماع المسلمين اللي هم أهل الشورى، اللي هم هيسيبهم هم يختاروا واحد، فالمفروض إن كنت تمشوا على إجماعهم وعلى رأيهم ولا تخرجوا عنهم، لأن هم دول مات النبي وهو راض عنهم، فأنا سايب لكم أفضل ناس إيه على وجه الأرض في هذا العصر. ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، اللي هو في ميراث الكلالة يعني. يعني هو مهموم إن ميراث الكلالة ما كانش واضح. ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة. الكلالة اللي هو ايه؟ من مات ولم يترك اصلا وارثا ولا فرعا وارثا، دي الكلالة.
يبقى مات ولم يترك اصل وارث ولا فرع وارث، يعني لم يترك ابنا ولا يعني لم يترك ولدا يعني مولودا سواء ذكرا او انثى، ولم يترك ابا حيا او اما حيا، يبقى ده اسمه كلالا. وما اغلظ لي في شيء ما اغلظ لي فيه حتى طعن باصبعه في صدري فقال يا عمر الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء يفتيكم الله في الكلالة ان امرؤ هلك، اخر سوره النساء، الا تكفيك ايه الصيف التي في اخر سوره النساء واني ان اعش اقضي فيها بقضيه يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، يعني من يحفظ القرآن ومن لا يحفظه. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ويقسموا فيهم فيئهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة ابن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ونكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا أستر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آملنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه، واكفنا وسائر المسلمين يا رب العالمين السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.